قوات الدعم السريع تتحدث انه هناك تدخل من طيران اجنبي في القتال. هل هناك اي معلومات حول هذا الموضوع؟ طبعا انت تعلم انه يعني مرحله الحرب هذه هي اخصب مرحله للشائعات يعني بالتاكيد يعني، وربما الصور لم تكن يعني مخفيه عن احد. القوات المسلحه السودانيه يعني استخدمت الطيران بكثافه داخل الخرطوم وخارج الخرطوم وفي داخل المعسكرات. وفي تقديري البسيط، انا ليس عسكري، ولكن حتى الان القوات المسلحه بآلياتها بامكانياتها قادره ان تتعامل مع الواقع، يعني ليست هي في موقف المهزوم، حتى في حاجة، حتى في حاجة إلى دعم خارجي، وليست قوات الدعم السريع بتلك القوة التي تحتاج إلى حسم خارجي. ما حدث في بورسودان، معظم قوات الدعم السريع لأنها كانت تحت قيادة، كانت هنالك مجموعتان، مجموعة تحت قيادة ضابط منتدب من القوات المسلحة، هذا الضابط في معسكره سلم آلياته للقوات المسلحة وقال أنا جزء من القوات المسلحة، أتمر بإمرة قائد القوات المسلحة وأرجع إلى وحدتي. والمعسكر الثاني لأنه قائده كان من الدعم السريع رفض أن يسلم، فتعاملت معه القوات المسلحة وحسمت الأمر، يعني ما كانت تحتاج أصلا المسألة لأي تدخل حتى من أي فرقة والجنود موجودون في ولاية البحر الأحمر. لذلك أنا لا أرى بأن هذا الأمر صحيح، بأن هنالك قوات، صحيح أن هنالك قوات مصرية تشارك القوات السودانية تدريب، والآن للأسف يعني القوات الدعم السريع عندما انسحبت من قاعدة مروي أخذت معها الجنود المصريين كرهائن حتى لا تضرب عبر الطيران وحتى لا تلاحق من قبل القوات المسلحة. ولكن في النهاية يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجنود المصريين، لا ذنب لهم في هذه المعركة التي تدور ما بينهم.